حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة. النهاردة المكان بتاعنا صورنا فيه قبل كده عدة جولات. احنا فين؟ عند محل الليسي. مكانه فين؟ 5 شارع الاهرام، متفرع من سعد زغلول قدام سنترال المنشية. اسم المحل الليسي. طيب بالبلدي احنا فين؟ احنا عند السوق الفرنساوي. اللي هو عنده ايه؟ عنده الرفايع وعنده الحاجات دي. طيب احنا المحل ده قبل كده صورنا عنده الميك اب، وكمان النهاردة زود عليه اللانجري. هعمل لكم الجولة التانية بتاعت الميك اب، ما تنسوش تتفرجوا عليها. عامل عروض وخصومات حلوة جدا جدا، بيبيع بأسعار التليجرام. هنزل لكم التليجرام في الوصف ان شاء الله، اللي حابب ان هو يخش عليه يتفضل، وكمان فرصة للأونلاين ان هم يستفيدوا بيه. يلا بينا نشوف انا جايبة لكم ايه. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة. الجولة بتاعتنا النهاردة عند الديسي. طبعا عملت لكم عنده جولات قبل كده، المرة دي مش هيبقى ميك اب بس، بل كمان هيبقى لانجري وميك اب. تعالوا بينا نقولوا الاسعار مع بعض. عايزة اقول لكم ان عنده علب اندرات دولت 6، عايزه اقول لكم لقيت سعرهم وهم. تعالي كده فرح قولي لنا سعرها عامله كام دي؟ 75. افتح لنا واحد كده ووريه لهم. الستة ب75، يعني الواحد واقف ب12.5. عايزه اقول لكم قطن 100% تحفه ملوش حل، ومقاسات كمان عايزه اقول لكم كبيره. طب تعالوا هنا هوريكم النوع دوت برضو حلو. عايزه اقول لكم قطن، هطلع لكم واحد. طلع لنا واحد كده حبيبه قول لنا سعره. 75. دول برضو الستة عاملين 75. بصوا تلبيس قد ايه، فظيع فظيع. عايزه اقول لكم مقاسات كمان برضو، ده نوع تاني نفس السعر. دي مقاسات خاصه عامله كام؟ دي مقاسات خاصه بيك سايز عامله 90 جنيه، قطن 100%. وريهم عايزه برضو افتح لهم واحد وريهم الخامه. عايزه اقول لكم قطن تحفه تحفه تحفه، لفت نظري عشان كده قلت لا مش هفوته، لازم اصوره لكم. بصوا قد ايه تلبيس. تعالوا بقى هوريكم على اللي هم الفرادوني اشكال والوان. بصوا افرجيه لهم كده. ده الواحد ب15 جنيه. بصوا ده موديل، وريهم بقى الموديلات. عايزه اقول لكم رسمه من قدام ومن ورا، موديلات بقى كتيره اللي بتنضيل والجبير. بصوا ومقاسات، مقاسات بنانيتي وفي بيك سايز، نقي بقى انت وايه وحظك، قلبي ودوري. عايزه اقول لكم الاحمر مقاسات وبيك سايز، دول اللي هم كام مع بعض؟ 3 بنتي مع بعض، 3 ب50 جنيه. ده نوع مختلف غير اللي انا صورته لكم. نسبة القطن اللي احنا بنتكلم عليها، نسبة القطن برضو دي مقاسات بيك سايز، دي مقاسات بيك سايز. تعالوا اوريكم البنشي اللي هما التانيين الاندرات دي، عرايس بقى. ده كامل واحد 15 جنيه. بصوا اشكال والوان، طلعي بقى ودوري. تعالوا بقى تعالوا افرجكم على بقية الشغل. عايزة اقول لكم دي الاشراط اللي هي الكارينة، برضو في مقاسات اللي هي الخاصة الوان الصيف بقى وجمالها. بصوا ده 25، اي واحد من دول ب25 جنيه. 35. الطويل 35. ده فسكس اللي هو القطن، عايزة اقول لكم تحفة للبحر، حلوة قوي الوانه. قللنا تاني على سعره فرح، كام سعره فرح؟ ده 35 جنيه. تحفة تحفة تحفة. في منه مقاسات، ده في منه بيك سايز. طيب ودوت طقم على بعضه عامل 55 جنيه. عايزه اقول لكم بيك سايز، المقاس ده بيك سايز، يعني تلبيس لحد 90 كيلو. تعالى اوريكم الوانه، دي الالوان بتاعته، ده طقم كامل على بعضه. بصوا ده الكرسي، ده الكرسي 35 جنيه، برضو الوانه تحفه ملهاش حل. بصوا حبايبي احنا هنعمل هنعملها على جولتين، جوله لللانجري وجوله تانية للميك اب. قولي لنا بقى الهوت شورت ده 25، المقاس دوت اللي هو لحد 75 كيلو، قولي لنا عامل كام سعره؟ 25. برضو 25. بصوا ده الواناته، اي حاجه من دي 25، اي حاجه من اللي انا بصوره لكم ده 25 جنيه. دوت اللي هو كارينا برضو حلو 25، اللي تحت ده 25، الاندر ده من ده اي اندر قدامك 25.
كل الاندرات والهوت شورت دوت 25. طبعا الوان مختلفه كتيره اهي صورها لكم كل ده 25 اللي انا بصوره. تعالوا بقى على القنبله اللي انا كنت عايزه اقول لكم عليها. الطقم ده كامل ب 55 جنيه. القماشه بتاعته ملهاش حل، تحفه تحفه تحفه. عايزه اقول لكم الحقوا قبل ما يخلص، افتحوا لنا يا فرح ده كده. عايزه اقول لكم دوت هوت شورت والتيشيرت بتاعه قط، في جيبه وفي شورت. دي جيبه، بصوا جمالها ملهاش حل. جيت بالاندر بتاعها، يعني جيبه بالاندر بتاعها، تحفه تحفه تحفه. بصوا الجمال، طعامه عايزه اقول لكم بقى كل دي زيها 55. كل ده 55 اللي انا بصوره لكم. الكاش ده عامل كام؟ 35. الكاشات اللي انا بصورها لكم دي 35 جنيه. بصوا الكاش التحفه ده، ده ملوش حل. استنى هطلعه لكم قدام، ولونه اساسا كمان مفرقع ملوش حل. واو، يعني سيف سيف. بصوا الجمال، بصوا الكاش ده تحفه، هو واللون الفسفوري بتاعه 35. الاثنين دول عاملين 35. اي كاش من دولت، اي كاش من هنا لغايه هنا كده، دول 50. هنا بقى 40. اللي قدام دول ب 40 جنيه. اللي قدام دول ب 40، اللي ورا دول ب 50. ليه بقى؟ عشان ده طويل والمقاسات بتاعته كمان مختلفه، اللي هي بيك سايز، تلبيس كبير. بصوا هوريها لكم، تعالي طلعوا لي كده يا فرح. بصوا بقى الجمال والحركات، بصوا تحفه. ده عامل 50 جنيه زي ما قلت لكم، اللي قدام 40 واللي من ورا عامل 50 جنيه. تعالوا بقى هوريكم الشغل اللي جوه البراهات. بصوا بقى هنا تشكيل البراهات مختلفه، اللي هي فيه القبات وفي اللي هي السوفت. هقول لكم اسعار كل حاجه دلوقتي. السلام عليكم، ازيك يا احمد؟ قول لنا كده البراهات اللي فوق دي عامله كام؟ 40 45 50، ثلاث اسعار. ثلاث اسعار ماكسيمم عنده اي حاجه 50. عايزه اقول لكم هنا المحل جمله وبيبيع كمان قطاعي، وبيبيع سعر الجمله بسعر القطاعي، يعني انت استفدتي كمان واخدتي حاجتك بسعر الجمله. بقيه التشكيل البراهات اللي انا بقول لكم عليها اهي، ده كده كله. شكرا. البراهات اللي انا بقول لكم عليها. تعالوا نفكركم بمكان، بمكاننا فين، نقول لهم المكان تاني. متفرع من سعد زغلول امام سنترال المنشيه، محل الليسي. محل الليسي. عايزه اقول لكم المعامله هنا ذوق جدا، الناس محترمه جدا جدا. طبعا مش هطول عليكم الجوله، استنوني في الجوله الثانيه مع الميك اب. ولايك وشير واشتراك في القناه وكومنت حلو منكم. باي باي ومع السلامه.